لهفي عليها لهفي عليها تنادي آغي يا ولد لهفي عليها تنادي آغي يا ولدي من ذاك فرق بين الرأس والجسدي يا جئت بالدمع يروي غلة الكبد لكنها انتثرت بالسهم ويلا اجيت اروي كبدك بس ما لقيت لك كبد يا ابا لهفي عليها تنادي 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 آه يا ولدي من ذاك فرق بين الرأس والجسدي هاجئت بالدمع أروي غلة الكبد لكنها انتثرت بالسهم ويلاه ويلاه ويلاغو بين البتولة تبكي إذ أتت زينب هذه الليلة بين البتولة تبكي إذ أتت زينب صاحت حبيبي وضجت بالأسى بين البتولة تبكي إذا أتت زينب صاحت حبيبي وضجت بالأسى تنحب شاء الزمان بسوط الشمر أن أركب وأن نساق إلى الطاغي سبايا وأن نساق إلى الطاغي سبايا أنا الأميرة هالأسبى إلى القصر أنا الأميرة هالأسبى إلى القصر أنا العزيزة هالأغدو بلا خدري أخت الكفيل وتحدوني يد الشمر أخت الكفيل وتحدوني يد شمري أخي بعدك كم مر جرعناه أخي بعدك كم مر جرعناه جرعناه العذر منك يا قمر هاشم يحيي خويا راح اختك تطب مجلس يزيد انا مو شبكي افريد وما اريد ولا ابكي فاقطع دمعتي وونتي شلون باصرني يا حادي ويا دليل من طب المجلس ودمعي قوم باصرني يا حادي ويا دليل من طب المجلس ودمعي يسيل خاف ينشد وين يا الحرة التشفيل خاف ينشد وين يا الحرة التشفيل ما تقول ان يا اظل بسكتتي ما تقول لو أظل بسكتتي بس هالأبوذية هاي مر بينا يا حادي الضعن علماه علماه والله مر بينا يا حادي يا حادي يا حادي الضعن علماه يرفرف فوق راسه بعد علماء قل لي شلون امشي بدون علماء شق العباس من يعتب علي
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. أولا أبارك لكم هذا الشهر الكريم، وأرجو من الله تعالى أن يغفر ذنوبنا في هذا الشهر، وأن يستر عيوبنا بالنبي وآله. كل سنة بهذا المجلس المبارك أبتدئ بنكتة أدعي أنها جديدة لبيان أهمية صيام هذا الشهر الكريم. ما أدري وياي الأحبة، كل سنة جزيت خيرا، كل سنة أبدأ بنكتة جديدة لبيان أهمية هذا الشهر الكريم في هذا المجلس خصوصا. طبعا قبل لا يعني أقول شنو النكتة الجديدة لهذه السنة لشهر الصيام وأهمية الصيام، خلوني أقول قضية. العام الماضي والعام اللي قبله كان بحثنا بالإلحاد، صحيح؟ ضرورة الدين وشبهات الملحدين. البحث أكملناه بسنتين، طبعا بصراحة ما أكملناه، لأن احنا بدينا بشبهة من شبهات الملحدين وخلصنا العام، وإلا أكو شبهات عديدة جاوبنا على شبهة واحدة، كان أكو بعد شبهات كثيرة بعد تركناها إلى وقت آخر، لأن هذا البحث بطابع علمي، مو كل واحد يستسيغه، مو كل واحد هم يتفاعل وياه. هاي مشكلة هاي الأبحاث، الناس تريد أبحاث أسهل أبسط أجمل، هاي الأبحاث فيها طابع علمي ضوج يعني خو. بس مع ذلك طرحناه في سنتين، ولله الحمد والمنة وصلني مكتوبا هذا البحث لسنتين من المملكة العربية السعودية، من المنطقة الشرقية خصوصا، وصلني مكتوب بحث الإلحاد لسنتين، والآن أيضا يكتب بحث الإلحاد في النجف الأشرف، وقريبا ما سيكتمل بحث الإلحاد إن شاء الله تعالى، ويسلموني إياه حتى نقدم للتدقيق، ومن بعد التدقيق إن شاء الله يطبع بحث الإلحاد للسنتين الماضيتين بعونه تعالى. يعني أأمل أنه قبل محرم الجاي هم نطبع بحث المعاد في المجلس الأول، وهم نطبع بحث الإلحاد لهذا المجلس. هذه أنفد مسألة أقولها، يعني أريد أقول للإخوة هاي الأتعاب وهاي المجالس وهاي الطريقة وما قاعد تضيع، ولله الحمد عندنا شباب نثق بيهم ونعتمد عليهم، إلهم خلق يكتبون بحث مال شهرين، عدهم اتش خلق، عايفين الدنيا وعايفين المقاهي كما هو حال بعض شبابنا مع الأسف في شهر رمضان يقضوها محابس ومقاهي. لكن أكو بالطرف الآخر هم أكو شباب يلزم السيديات ويلزم اليوتيوب ويكتب مال شهرين، تشيء له خلق وتشيء له، ويحس بأهمية ذلك ويحس ويشعر بالمسؤولية تجاه دينه ويكتب ذلك. فأنا من خلال المنبر الحسيني أشكر اللي أرسلوه إلي من السعودية، وأشكر اللي كتبوا الآن في النجف، وأطلب من الله أن يحفظهم ويحرسهم، وأجرهم على الله تعالى، هو يجازيهم جل وعلا. خو طبعا مو بس دنيا سأل البحث لأنه طرحته بهذا المجلس ذكرته، وإلا هو مو فقط بحث الإلحاد. وصلني مكتوب لحد الآن أيها الإخوة قرابة 70 بحث من أبحاث المنبرية مكتوبة، وصلتني مكتوبة كاملة، قرابة 70 بحث من الأبحاث اللي نزلتها على المنبر وصلتني مكتوبة ولله الحمد من قبل شبابنا الأطياب. ولهذا أنا من سنين أقول نعتمد ونراهن على شبابنا، شبابنا بيهم الخير إن شاء الله تعالى. خو هسه هذا الكلام الماضي انتهينا منه، ما اريد وقت يضيع، ما عندي وقت اضيعه. خو اما الان مثل بدايه كل سنه احاول كل سنه اجد لفته جديده لاهميه الصوم خصوصا، والسنه اشوف اكو حمله على الدين مركزه. يعني خلوني اقول لكم، وصلني مقطع لفضائيه من الفضائيات العربية، بس هي تابعة لدولة أجنبية، ما أحب أقول الدولة ولا أحب أقول اسم الفضائية، ننزه مجالس الحسين ومنبر الحسين عن ذكر هذه الأسماء، لكن بشكل عام هي الفضائية عالمية وتتكلم باللغة
عربية وهي تابعة لدولة كبرى عظمى الآن. وصلني مقطع وهاي الفضائية من فترة تجيب شخصيات علمانية إلحادية هلوم مجرة تشكل على الدين، تشكك بكثير من المفاهيم الدينية، حقائق دينية تشكك بيها، تقول ما موجودة كذا، بس تريد تزلزل عقيدة الناس إلى آخر. يحاولون يبدلون المجتمع ويعلمنون المجتمع، خو سعدهم هم فد هدف ماشين به. السنة قبل شهر رمضان وصلني مقطع فيديو نفس هذه القناة ونفس هذا البرنامج، أحدهم يتكلم هو دكتور وياي الأحبة لو عافوني راح نبدي بالبحث. هكذا يقول، يقول كلما فتشت عن حكمة الصوم لم أجد للصوم حكمة. هذا الصوم اللي مقبل عليه الناس يصومون، كل ما ردت أشوف حكمة إله ما لقيت حكمة لهذا الصوم. خو يقول وليس أمامي إلا أن أقول أن الصوم هو أمر سيادي من قبل الله. هسه هذا الأمر السيادي بفائدة ما بفائدة، يعني مثل حاكم ينزل قرار من القرارات وإن كان القرار بشنو، لا لا بضرر الناس، يعني مرة القرار بنفع الناس هو ما عندنا مشكلة، أهلا وسهلا. مرة القرار شي يكون، الآن الحكام ينزلون قرارات تضر الناس لو ما ينزلون، هو الآن قاعد ينزلون قرارات تضر الناس، فبالنتيجة هو نزل قرار، هذا القرار فائدة ضرر، هو نزل قرار باعتباره هو يعتبره حاكم وهم يريد يحكم شلون مكان، فائدة بدون فائدة، قرار سيادي غصبا على الكل هم كون شنو يطبقه والسلام. فيقول كل ما ردت أشوف حكمة للصوم ما لقيت، أخير شيء وصلت إلى أنه أمر إلهي سيادي فرضه على عباده حتى وإن كان من دون شنو، من دون فائدة. هسا احنا كل سنة قاعد نبين، كل سنة صار لنا 5 سنين وياكم، كل سنة قاعد نبين في أول شهر رمضان بهذا المجلس فائدة من فوائد الصوم، حكمة من حكم الصوم، دقيقة من دقائق الصوم، كل سنة بداية الشهر الكريم كل سنة قاعد نبين، بس خود جهل والعناد شو تسوي له، مرة جهل مرة عناد، خود تسوي له. السنة هم أرد أبين خصوصا مع وجود هذا التوجه لزعزعة شبابنا بمعتقداتهم، فصار كون نبين، كون يصير عندنا السنة إرادة أقوى من الماضي. هسه مباشرة أدخل، أنا طبيعتي ما أعرف بشكل مباشر، ما أعرف كعادتي، يعني كون أخلي مقدمات مهمة أوصل للنتيجة، لما تخلي مقدمات سليمة، المقدمات السليمة تأخذك إلى نتيجة شنو سليمة أيضا، طبعا هذا الشكل العلمي، إذا تريد تطرح بشكل علمي هكذا. أما هتشي حتى شلون مكان، أنا فتشت من جيت وأمر سيادي، شنو دليلك؟ ما عنده دليل، فتش جنابه. هذا حكي سهل، أنا ما أقدر أحكي مثل هاي 20 ساعة هم أسولفك حكي. أما من تريد تثبت وتبرهن كون تجيب مقدمات وتشتغل وتتعب هتشي الحكي. إخواني التفتوا زين، خلوني بالبداية أقول قضية واحد، محطة رقم واحد، وأنتقل منها المحطة رقم 2 3 شهر رمضان. زين، محطة رقم 1 هاي أمر عليها بسرعة بسرعة دقيقة، ما أعطيها وقت لأن الثانية أهم. إخواني الإنسان مكون من جهة واحدة ومن جهات متعددة، ما أدري شو يشوفون الإخوة، الإنسان تقدر تحصره بجهة واحدة؟ شلون تقدر تحصره؟ يعني أريد أحصر الإنسان بجانبته المادية فقط، زين المشاعر وين أوديها؟ الفرح، الحزن، الحب، البغض، صح ولا لا؟ هاي كل احنا نعيشها يوم نعيشها، هذه مادية يوم معنوية، وهي معنوية. فأنت إذا تقول لي الإنسان مادي وحسن، أقول لك مشاعرك، حبك، بغضك، رضاك، غضبك، ذني وين أوديهم؟ تنكرهم وما تنكرهم؟ زين إذا ما تنكرهن ذني مو ماديات، إذا مو ماديات فإذا الإنسان جهة يو كم جهة؟ صار جهتين، جهة مادية واحد، جهة روحية نفسية 2. زين نكتفي، الإنسان مكون من جهتين، جهة مادية وجهة معنوية، وانتهينا صحيح؟ لا أنت تفكر يوم تفكر
تفكير غير العواطف. حكي عدل يا ولا؟ عواطف نفس، أما التفكير عقل. من واحد يضرب واحد، يد جارحة مادة، صار كم جهة لحد الآن؟ هو ثلاثة بعد، صار مادة نفس عقل تفكير حسنت، صار ثلاث جهات الإنسان. والله انتبه لي أرجوك، أرجوك انتبه لي زين. رب العالمين انتبهوا لي، رب العالمين لما خلق العقل، والعقل كون إلى ما يسده، ما يفكر بيه ويسده، وخلى بيك نفس، والنفس هم تحتاج ما يسدها، وخلى بيك شنو؟ مادة، والمادة هم تحتاج ما شنو؟ ما يسدها. زين رب العالمين خلق هاي الجهات فيك فقط، يو خلق الجهات وما يسدها. حكيم هو ما يخلق بيك بس الجهة، الجهة واللي يسد الجهة واللي يشبع الجهة واللي يملي هاي الجهة، صحيح يا ولا؟ خو هسه الجهات الثلاثة عرفناهن، ما يمليهن شنو؟ هاي وحدة. شوف لا تفتولي رب العالم، هو الدين شنو الدين؟ الدين يتكون من شنو؟ من كم ركن؟ ثلاث أركان. الدين يتكون من شنو؟ يا أخي والله هسه البحث راح يصير جميل، بس تحملوني بالبداية شوي، تحملوني صبركم علي، راح يصير جميل جدا بس صبركم علي. الدين يتكون من كم ركن؟ ثلاثة. واحد عقيدة، اثنين شريعة، ثلاثة أخلاق. العقيدة من التوحيد للمعاد، العقيدة شنو؟ فكر أحسنته، فكر، فهي تسد جانبا من جوانب الإنسان وهو جانب شنو؟ العقل. ولهذا علمائنا يقولون التقليد بالشريعة أو بالعقيدة، التقليد، التقليد بالشريعة، التقليد بالشريعة بالحلال والحرام، أما العقيدة شنو؟ تفكير. العقيدة تفكير مو تقليد. فبالنتيجة هاي الجنب الفكري يا رب العالمين ملاها وترسها ديما بالعقيدة، قال لك فكر، تدبر، تأمل، اكتشف. زين ايش بقى عندنا؟ يا جنبه ويا جنبه بقى، لا لا اقصد تكوين الانسان، الجنبه الماديه والجنبه المعنويه. احسنت، بس الفكريه انتهت. زين الجنبه الماديه من يسدها؟ من يمليها؟ الشريعه. الشريعه قيام، قعود، ركوع، سجود، هاي مرتبطه بالجوانح او بالجوارح. انت من تروح لمكه وترمي الشيطان وتهرول، هاي جوارح او جوانح؟ جوارح. الجوارح مادة يو معنوي؟ مادة. فملأ الجانب العقلي بمن؟ بالعقيدة. وملأ الجانب المادي بمن؟ بالشريعة. الشريعة حلال حرام، مستحب مكروه مباح، هاي الشريعة، هاي الشريعة. زين ايش بقى عندنا؟ الجنبة النفسية المعنوية، هاي رب العالمين ليش ملاها؟ بالأخلاق. بالشنو؟ بالأخلاق. إنما بعثت لأتمم وإنك لعلى خلق بالأخلاق. فالجنبات الثلاثة رب العالمين ملاهن بدينه، دينه من خلال عقيدة عقل، شريعة جسم، أخلاق نفس. يا أخي ونفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها. أخلاق يوم أخلاق التزكية شنو؟ أخلاق. وقد خاب من دساها. هسه هاي المرحلة الأولى، هاي المرحلة إيش تستنتج منها؟ مرحلة ثانية. الله، هاي المرحلة الأولى هي تأخذنا إلى مرحلة شنو؟ ثانية. شو المرحلة الثانية؟ أكو علاقة بين الخالق والمخلوق يوم أكو علاقة؟ ها؟ أكو علاقة، أكو علاقة بين الخالق وال... زين
يجي سؤال، شنو نمط هاي العلاقة؟ شنو يعني شنو نمط هاي العلاقة؟ شلون نفهم هاي العلاقة؟ نمط شنو هاي العلاقة بين المخلوق والخالق، الرب والمربوب؟ الحادث والقديم، الممكن والواجب. ما شئت فعبر، تعابير تخصصية، قسم منها راجع المشرب عرفاني، وقسم منها راجع المشرب فلسفي، وقسم منها راجع المشرب كلامي، وقسم منها راجع وكذا. بعد ذلك عبر عبر إلى آخره. المحطة الأولى جرنا المحطة الثانية. المحطة الثانية أكو علاقة يا ناس بين الخالق والمخلوق. هاي العلاقة علاقة العناية. شنو يعني علاقة العناية؟ عناية الخالق بالمخلوق. وهذه العناية من خلال عدة أقسام. تعبنا والحكي واضح إخواني، الله يحفظكم، بس باوعوا لي حتى يعني أقول لكم إحنا شلون قاعد نعيش نعمة شهر رمضان ونتعلم سيد العلماء رسول الله. اللهم صل على محمد. القرآن نقل يعني حاكيا على لسانه، وقل ربي أو أن الله يطلب منه، الله يطلب منه، وقل ربي شنو؟ زدني علما. رسول الله زدني علما، رسول الله، وقل ربي زدني زدني علما. أنا وياك كون شو نقول؟ أنا وياك شو نقول؟ والله يا إخوة لما بشهر رمضان أشوف المقاهي متروسة شباب أتألم. مو أتألم لأنه هم قاعدين بالمقهى، أتألم لأنه تاركين ما هو شنو أهم. أهم يعني، يعني إنسان تارك ما خلقه الله لأجله ورايح إلى سفاسف ما بيا فائدة. ما خلقنا لأجلها، له لعبوا لعبوا إلى ما خلق. بل أقول لكم هنا لهم قضية هسه غير هاي النكتة الجديدة اللي راح أقولها عن الصيام، هاي غيرها غيرها راح أقول بين الثنايا بين الثنايا إخواني. حكمة من حكم الصيام هذا بالفضائية ما فاهمها، يقول دورت ما لقيت حكمة للصوم. هاي غيرها جديدة أرد أقولها، ما لها ربط، هاي زيت ببالي افتح قوس ونسده بسرعة ونرجع لبحثنا. حكمة من حكم الصيام العظيمة، مو بس تتذكر الفقير هاي تحافظيها تقول ضفت لي ما ضفت لي شيء حتى نواسي الفقراء سامعين، لا مو هاي، مو بس هاي. حكمة من حكم الصيام العظيمة أن الإنسان أيها الإخوة يكتشف أن قيمة الحياة اللي منحه الله إياها أعظم من الطعام والشراب اللي تشارك به البهيمة. ما أدري وياي الأحبة يولا، والله هذه من أعظم حكم الصوم اللي هذا ما فهمها بالفضائية، ما جت بباله هذه. من أعظم حكم الصوم اللي ومن أعظم الرسائل الإلهية اللي أرسلها الله لعبده بحكم العلاقة بين الخالق والمخلوق اللي قاعد نسولف بيها، أن الله تعالى يريد يبين للإنسان، يريد يقول له يا با ترى الحياة مو فقط شنو؟ طعام وشراب. لو كانت الحياة طعام وشراب فقط شنو فرقك عن الحيوان؟ ومع أنه كرمنا بني آدم، خلقنا الإنسان في أحسن، قلت حالك حال غيرك، والحيوان هم يأكل ويشرب. الحياة أكبر من الطعام والشراب، أكبر. أنا خلقتك لهدف أسمى أعظم، ولهذا رب العالمين يخليك تترك شوية الطعام والشراب لفترة تركه حتى تفكر بما هو أعظم. تنطلق هاي القيود، قيود شهوة البطن تتخلى، وشهوة مو فقط البطن، البطن وشهوة الجنس وغيره تتخلص منها كم ساعة حتى تفكر عن الحياة أوسع وأكبر من ذلك. الله خلقك لمهمات أعظم أكبر، حتى تأدي واجبك تتحرك شوية، تتحرك تتحرك. هاي المسألة هواي مهمة، هواي مهمة، هاي المسألة هواي مهمة.
ما أدري الآن يعني من باب الشيء يذكر وين كان هذا كله يأخذ من وقتي. الآن لما واحد عنده عادة يردون يخلصون من عادته، مثلاً يشرب جقاير يبطل الجقاير، أو غيرها من العادات مثلاً عادة سيئة مثلاً يردوني وكذا، شو يسووا له مثلاً؟ من جملة الأمور اللي يسووا هي أنه يبعدوه عن شنو؟ لا يبعدوه عن هذا الأمر المعتاد عليه، يبعدوه عنه لفترة. أو ديش يبعدوه عنه؟ حتى ينفك من أسره. ينفك شنو؟ شلون الله يقول عن النبي والأغلال التي الله شو يقول؟ يقول دزين النبي حتى يكسر شنو؟ يكسر الأغلال اللي الناس كبلوا أنفسهم بها. النبي يكسر القيود صلى الله، طبعا القيود السلبية وإلا القيود الإيجابية بالعكس. النبي يقول التزموا بها صلى الله عليه وآله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي آية حدود الله فلا تقربوها أصلا، فلا تقربوها. لا العادات السيئة. النبي كسر الطوق صلى الله عليه وآله. الصوم يكسر أسر البطن والجنس عند الإنسان، أنه يقول الحياة مو كلها هاي، الحياة أكبر، خلقناك لما هو أعظم، انطلق تحرك، لا تكون حبيس بطنك. هذه من الحكم العظيمة اللي نستفيدها من هذا التشريع المبارك، هذا يصير الصوم. تفتوا أيها الإخوة، نعم سجن، نعم سجن، والله سجن سجن. بس حتى يعني هاي تحتاج تحضير، يعني يكون ما كانت بالي أطرق هاي الأمور على المنبر، هاي من وحي، أنا أسميه من وحي المنبر، تجيني معلومات. وإلا جبت لكم الآيات، أنا شفت في آية من الآيات القرآن الكريم لما يذكر الأكل والصوم ترك الأكل لفترة معينة، كتبتولي لما يذكر الأكل أو الأكل القرآن الكريم شي يجيب؟ يقدم البشر من بعد البهيمة. البشر يقدمه، وهاي مسألة طبيعية باعتبار البشر أشرف شنو؟ أشرف مخلوقات الله. لقيت في آية أخرى القرآن الكريم يقول تأكل كذا منها أنعامهم، هم يأكلون. يعني إيش قدم؟ قدم البهيمة على البشر. في آية يقدم البشر على البهيمة في الأكل، وفي آية يقدم البهيمة على البشر وين؟ بالأكل. خو هذا الموضوع واحد يو اثنين، واحد أكل، إيش معنى بآية يتقدم البشر وبآية تتقدم شنو؟ البهيمة. هذا اعتباطا يو أكو بي حكمة. شنو الحكمة؟ البشر إذا ما جعل هدف النهائي الطعام والشراب يكون عاش حياة البشرية التي أرادها الله له فهو مقدم على البهيمة. لكن الإنسان إذا انحبس في سجن الطعام والشراب والجنس طبعا تقدم البهيمة، لأن البهيمة الله ما كرمها بما كرم به البشر، فإذا ترك ما كرمه الله لأجله ورجع إلى حياة البهيمة اللي هي متأخرة عنه، فالبهيمة أدت واجبها اللي خلقه الله لها، هذا ما أدى واجبه، فتكون البهيمة شنو؟ تكون أفضل منه، ولهذا قدمت عليه. الصوم حكمة من حكمة أنه هذا سجن البطن والجنس شوية يخلصك منه، يقول لك بابا تحرر، أنت أكبر، إحنا خلقناك لمهمة أعظم، شبيك؟ يفك القيد، يقوي الإرادة. الصوم يقوي الإرادة. أقول لك قضية هسه، هاي تقدم الأنعام ويقدم البشر وهذا كله آيات قرآنية. أنا ذكرت فشي هم خلي أقوله، ومن عجائب البشر، من عجائب البشر هم كثقافة قرآنية هم جايب آياتها مع الأسف، لأن ما كان ببالي أقولها حتى أكتب آياتها مثلا. بعد بس هاي نخليها عليكم، وانتوا شوي روحوا بحثوا دوروا راجعوا، مو كله احنا، انتوا هم شوي اشتغلوا ساعدونا. هنا أقول لكم قضية أخرى، ما أدري البحث شيق وعفتوني شيق. أسألكم بالله، الشمس والقمر لمن سجدت؟
في ثقافة القرآن الكريم للإنسان. طبعا الإنسان الكامل اللي في يوم ما مثله من؟ يوسف عليه السلام في فترة من التاريخ. هذا الإنسان الكامل مثله يوسف. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا الإنسان اللي الله أسجد له الشمس والقمر، مو غريب هو يسجد للشمس والقمر؟ ما تشوفون انت؟ ها؟ غريب واقعا، تتعجب يعني. الله أسجد الشمس والقمر للإنسان، تجد في الأرض من هو شنو؟ من هو يسجد للشمس والقمر، مع أن الشمس والقمر أسجدها الله للإنسان. هذه من غرائب الإنسان واقعا، هاي الإنسان اللي ما يعرف حقيقته، ما يعرف حجمه. ولهذا نبينا يقول من عرف أو عرف نفسه فقد عرف ربه. نبينا يقول أعرفكم بنفسه، أعرفكم بربه، صلى الله على المصطفى العظيم صلى الله عليه وآله. طبعا خلي أقول بسرعة، عفت أصل موضوعي، بس هو الكلام جميل. احنا قلنا خلي أرجع البحث. الإنسان مكون من ثلاث جهات، جسم وعقل ونفس، والدين يسد هاي الجهات الثلاثة كعقيدة وشريعة وأخلاق. بقت نكتة سريعة أقولها، أدنى مراتب الإنسان المادة، أدنى مراتب الإنسان. ولهذا اللي يتلاشى بالقبر يا جهة من جهات الإنسان مادة، تراب الروح تروح، المادة تروح. أدنى مراتب الإنسان الجسم، اللي أنا وياك خافصين روح نبي أكله وشرب وجنسه، هاي الصوم يحررنا منه. إحنا القاتلنا الجسم وهو أدنى مراتبنا أنا وياك. المرتبة الأعلى العقل، والمرتبة الأدهى الأدهى والأخطر والأثقل والأكبر شنو؟ الروح، النفس. نفخت فيه من روحي، يعبر الحق تعالى. هاي الروح المنفوخة في جسمك من روح الله ومن روح الله ينسبها الله لنفسه. نفخت فيه من روحي، فهي أعلى مراتب الإنسان. النبي يقول من عرف نفسه فقد عرف ربه، مو جسمه نفسه. هسه أنا وياك إيش قد كون نهتم بنفسنا وروحنا ونعرفه بعد ما أدري واقع، ما أدري بعد إيش قد نشتغل أنا وياك. ما المقصود، المحطة الأولى جرتنا إلى محطة ثانية. المحطة الثانية يا جماعة، أكو علاقة بين الخالق وال، هذه العلاقة لها أنماط، مو نمط واحد، أو نمط أو لها نمط من خلال أقسام. ماكو ما نعجز تعبر، عبر ماكو مشكلة، لا مشاحة في الألفاظ مثل ما يقولون. نمط العلاقة بين الخالق والمخلوق له أقسام. شنو هاي الأقسام حتى أوصل للصوم وحكمة الصوم؟ هاي التفاتة جديدة. شنو هاي الأقسام لنمط العلاقة بين الخالق والمخلوق؟ القسم الأول العلاقة التكوينية، والقسم الثاني العلاقة التعليمية، والقسم الثالث العلاقة القيادية أو السياسية. ماكو مشكلة، بس السياسية الإلهية، مو السياسية البشرية المخربطة. السياسية شنو؟ الإلهية. ما أدري تقرؤون في زيارة الجامعة الكبيرة أن آل البيت ساسة العباد، أركان البلاد وساسة العباد. وساسة العباد شنو يعني؟ ساسة يسوسون الناس يعني. بس هاي السياسة شنو؟ إلهية، مو سياسة غش وكذا البشرية. ساسة العباد في الجامعة الكبيرة. فصار كم قسم للعلاقة؟ ثلاثة، تكوينية وهي على قسمين التكوين. هاي مخطط كله كون نحفظها، المخطط كله كون نحفظها.
وتعليمية وسياسية أو قيادية، والله ما أعرف هذا شو تعنون عنون ما عندي مشكلة، بس بالبداية خل نثبت العسى هاي لحد الآن كموضوع محفوظ، بس تبقى الآيات كثيرة. خلي أقالكم بعض الآيات الكريمة، عافوني الأخوة يمكن زين. أما العناية التكوينية أحسنتم، علاقة بين الخالق والمخلوق، سؤال ما هو نمط هذه العلاقة؟ جواب يتبين من عنايات ثلاثة، العناية الأولى العناية التكوينية، وهي تنقسم إلى قسمين قبل التقسيم. شنو آية العناية التكوينية وقسم؟ ما يخالف أنت بالبداية عرفنا العناية التكوينية شنو، وأجيب مثال قرآني حتى تشوفون شنو. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى أن الله، ألم شنو؟ ألم ترى، إيه هسه ترى بشنو؟ ما سموها مهم كلامنا، أحسنتم. مثلا تعلم، أكو من يقولون ترى تعلم، وأكو ترى تشوف، وأكو ترى تبصر، صار كم قسم؟ ثلاثة صار، ما كل واحد كل واحدة معليها آية، يعني أجيب لك ترى عين، وأجيب لك ترى بصيرة، وأجيب لك ترى تعلم، وهكذا كل واحدة بموردها. وهذا هاي عظمة القرآن الكريم، هذه عظمة القرآن الكريم. زين، ألم ترى أن الله، علاقة بين الخالق والمخلوق يمثلها عناية بالمخلوق تكوينية، ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك، ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره، بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أسألكم بالله هاي عناية أو مو عناية؟ يعني واقعا يا أخي مشكلة هذا الإنسان، والله مشكلة، إيش قد من أخجل من الله، إيش قد من أستحي، هسه مخاف أقول حكاية ويقطعوها ذولا وتنزل مقاطع وما لنا خلق المشاكل. إحنا هاي مشكلة، مشكلة الآن هذا التقطيع واللعب مشكلة كبيرة، عندنا في روايات الأئمة طاهرين، بس المشكلة أكو هاي أكو البعض اللي ما يفهم هذا الحكي يقوم يستهزئ به، فقمنا نخاف نقوله على المنبر، مرات ننجبرها من نقوله، لأن بمحله معلومة بمحلها هواي لها قيمة، بس مشكلة ذولا اللي يقطعون. عندنا بالروايات الشريفة أنه العجل لما عبد من دون الله، من الذي عبده؟ بنو إسرائيل. الإمام يقول ما رفع عينه أو ما رفع وجهه إلى السماء بعد أن عبد من دون الله. كل عجل، كل عجل، كل عجل، هذا الحيوان اللي عبد من دون الله، الإمام يقول من ذاك اليوم بعد شنو؟ ما رفع رأسه حياء من الله، مع أنه هو إلى تقصير بالموضوع بس يستحي من الله. هذا حيوان، الإنسان يستحي من الله؟ من يستحي؟ شو تسوي؟ من يستحي؟ إنسان ما يستحي من الله، ما يستحي. حيوان يستحي بس إنسان ما يستحي، ما يستحي من الله. إمامنا الصادق عليه السلام كان ينقل عنا مالك إمام المذهب المعروف، يقول يطوف حول الكعبة كل ما يريد يقول لبيك يختنق، أو يعني مراسم الحج بشكل عام هسه مو إلا حول الكعبة، حتى أكون دقيق لأنه أكو أحكام مختلفة هسه ما تدخل بمجال فقهي، يعني التلبية في مكانها الشرعي الصحيح. يعني يقول كل ما يريد الإمام عليه السلام يقول لبيك ما يقدر، يختنق سلام الله عليه، يختنق. يقول كنت أقول له يا ابن رسول الله خود تقولها للحجاية تقولها، الإمام يقول له أخشى أن أقول لبيك
فيناديني الله تعالى عبدي لا لبيك ولا سعديك. وهو جعفر الصادق. أنا وياك بعد شهر رمضان شهر التوبة والرجوع إلى الله. الإمام زين العابدين أكو عنده مناجات موجودة بالمفاتيح 15 مناجات، كل مناجات من هذه المناجات تعالج مرضا من أمراض الشباب. بس التفتولي اخذوا كلامي على محمل الجد أو الجد. أيها الأحبة أيها الإخوة، والله أتكلم وياكم من القلب يعني، بس أرد يعني الحكاية بس أريد تأخذ مفعولها على أرض الواقع. أريد تغيير شوي، نغير أريد واقعنا المرير، أريد نغيره. اقروهن، أتمنى تطلعون عليها بالمفاتيح موجودة المناجات 15. كل مناجات من هذه المناجات تعالج مرضا من أمراض من الأمراض التي يمر بها الشباب بفترات عمرهم المتعاقبة. خلي أعبر هسه، لعله بعض آبائنا الشيبة مو كلش يتفاعلون يا الأبولة، بس شبابنا يفهمون شنو أقول. الشاب كل ما يعبر مرحلة، كل ما يمر بشنو بوضع نفسي يختلف عن الوضع السابق. يعني لعله الإنسان الكبير يصل إلى مرحلة بعد شنو يستقر على وضع معين، أما الشاب ما عنده شنو، ما عنده استقرار. كل ما يعبر مرحلة تجي هواجس تختلف عن الهواجس السابقة. الإمام زين العابدين عالج كل هذه الهواجس ب 15 مناجات، كل مناجات تسد جانب من الجوانب اللي يمر بها الشباب بحياته. مناجات المحبين، مناجات الشاكين، مناجات التوابين، المتوكلين، المريدين، الشاكرين. أحسنتم، ما تذكرتوا بعد راجعوا شوفوا. أول مناجات هي مناجات التائبين. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي. الله، ولهذا شوف ثوب مذلة، الذل ثوب ذل، لباس ذل. القرآن بالمقابل شي يقول ولباس التقوى ذلك خير. فصار أكو لباس خير وأكو لباس ذل. لباس الذل الإمام زين العابدين يقول شنو؟ ذل. ولباس الخير لباس شنو؟ تقوى. القرآن يقول يعني القرآن الصامت والقرآن الناطق. تفتوا تفتوا يا المعالي الجميلة، تفتوا. ورد عندنا بالرواية من أراد أن يخرج كذا من، يعني مقصود مضمون الرواية أنه من الذلة إلى العزة، فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعتي. فليخرج من ذل معصية الله إلى شنو؟ عز طاعتي. شوف ذا النجمع حين تطلع بنتيجة شي يكمل شي، نفس الحقيقة نفس الحقيقة. من أراد هيبة بلا سلطان، مو هاي؟ من أراد عزا بلا عشيرة، من أراد غنى بلا مال، فليخرج من ذل معصية الله إلى عز. هسه شلون عز طاعته؟ أنا أقول لك، عندنا بالروايات الشريفة من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. بالله عليك، هذا اللي الله يخوف منه كل شيء يعيش عزيزي وذليل. عزيز بعد انت جوي هاي هيك يكون تقراها، انت هيك يكون تقراها. هاي الساعه قدامي غلط حكي اخوكم تقولوا لي هو بالعشرة الان مو هاي الساعه قدامي غشتني ب 11 يعني. يلا خيرا يعني قدامي 11 الا ثلث. هسه اقول حكيت هواي والساعه ما ترضى تمشي. صلوا على محمد وآل محمد. اليوم ما أدري تأخرنا هواي بالبحث، ما مشيت هواي، بس الحكي أشوفه مهم. ها مهم، شجع يعني، يشجعني ويشجعكم على طاعة الله تعالى وترك المعصية والبداية. وإحنا مو بس نسولف وياكم، أنتم كلكم خير، أنا أؤمن بكم وأحبكم، وأنا أحب أهل المجالس، أحب خدمة الحسين. لو تدرون إيش أعتقد بخدمة الحسين، بس الله يعلم شنو عقيدتي بخدمة الحسين، بس رب العالمين يعلم.
أنا مو فقط أكلمكم، أكلم نفسي وأكلم لي يسمعون من خلال الفضاء، لعله الآن هواي بالعالم يسمعون من خلال الفضائية. إذا جبنا واحد للطريق كفى، كفى لو هدى الله بك وكفى، لو واحد نجيبه لله كفى. فكيف هاي شبابنا اللي يدخلون في دين الله أفواجا إن شاء الله تعالى. حبيبي يا أبا عبد الله، بكرة نكمل، بكرة نكمل إن شاء الله، بكرة نكمل. هسه بس كخلاصة، ثلاث جوانب بالإنسان سدها الدين، وهذا يدل على وجود علاقة بين الخالق والمخلوق. ما هو نمط هذه العلاقة؟ قلنا يتبين من خلال ثلاث عنايات. العناية الأولى العناية التكوينية. شلون؟ بدينا بآية وهي على قسمين ما بدينا، وأكو عناية تعليمية وأكو عناية قيادية أو سياسية. هذا الكلام نؤجله إلى الليلة الآتية، ومن خلاله ندخل للصوم إن شاء الله تعالى. حبيبي يا أبا عبد الله، ونحن في ليلتك يا حسين، ونحن في ليلتك يا حسين، ونحن في ليلتك يا حسين. ايش أقرأ عليك يا أبا عبد الله؟ أي والله، شلون تخلي والله، شلون طب يا حسين دارك، حياتي تنهلت والعمر دارك. سيد السامي يقول هاي، حياتي تنهلت والعمر دارك، وما ادري شلون كف الموت دارك. ده قل لي شلون طب يا حسين دارك، شلون طب دارك. هاي لما دخلت بعد خلص السيد راد مثل ما يريد. هاي لما اجت الدار الحسين عليه السلام، اعيدها هسه، اعيدها بس قبل لا اعيدها، كوبيات معروفه على الاكثر هي للشيخ ابراهيم الديراوي رحمه الله، شاعر المنطقة الجنوبية في إيران. شيخ إبراهيم الديراوي من أبناء المحمرة، شاعر كبير صحي، أصور إلى أكثر الظن إلى الأبيات. شيخ إبراهيم يقول: زينب لما إجت الدار الحسين هي وتمشي السولف ويروحها، شو تقول؟ تقول هيك أدق الباب ويفتح الباب الحسين، وأقول له: أبا عبد الله أثاري أنا شفت حلم وانت مذبوح ومقتول واحنا مسبيات، هذا شنو من حلم يا ابا عبد الله؟ هيك زينب تقول عليه السلام، تقول هيك اثناء ما جت الدار الحسين عليه السلام، تقول له: اي فرقه يا ابو اليمة، واقول ان تخلص الفرقه، اي فرقه تخلص الفرقة، تخلص الفرقة، ورد ردود يا ابن امي وصيحا، هلا بهالملقى، هلا بهالملقى، هلا بشوفتك ابا عبد الله. هاي الابيات بهالطريقة كان يقراهن خطيب كبير من خطبائنا، في كان ويانا بايران وتوفى رحمه الله، توفاه الله شيخ ابو رضا الاسدي، شباب بس تمرض وانتقل الى رحمة الله، من كبار خطبائنا. وكان من يقرأ هاي الأبيات ينزع عمامته الله يرحمه، مش يتفاعل، ينزع عمامته ويقوم يرجف، كان من يقرأهن، يقرأهن بهالطريقة، هاي طريقة أبو رضا الأسدي الله يرحمه. ما أدري بعض الإخوة سامعي ما سامعي، عرفوه ما يعرفوه، ما أدري. إيه فرقة يا أبو اليمة، وقول أن تخلص الفرقة، الله يرحمك يا أبو رضا، صديقنا كان وأخونا كان، والله وقول ان تغلص الفرقة، ورد ردود يا ابن امي وصيحا، هلا بهل وصيحا، ام صدق رديت رديت، لا كان زمان اشوف الدار ذيك الدار، لا كان كل اهلي غير كنت احكي ويا روحي، شلون يا روحي من نصل لحسين، شحكي له وشبي له وابدي له الحديث، اول ما احب ايده، اول ما احب ايده واقول لك اقعد، خل من وجهك اشبع شوف،
يا تعالي للأطياب. هنا بل ياقل روح يا روح من أصل ابن أمي قبل لا أحكي بضمي وزولف محنتي وهمي أحط راسي على ذراعه وامزج دمعتي بدمي وقل لموش أنا زيانة بموش أنا زيانة بشلون تعوفني ويجنا خويا حنت لجل العيد كل الناس حنت وانا ضلوعي لابو السجاد لجل العيد كل الناس حنت وانا ضلوعي لابو السجاد حنت اش كثر زينب على الخوان حنت والله اش كثر زينب على الخوان حنت لما ماتت ونشبت المنية وسطت الدار الحسين دقت الباب ما حد فتح الباب هي كانت تقول بلكت الله الحسين يفتح الباب ما حد فتح الباب قول دخلت الدار الحسين واذا الدار لا ما بيها لا حسين ولا الدار خالي عاد هنا قلت لها الأبوذية قلت لدارك دارك حياتي تنغلت والعمر دارك وما ادري شلون جف الموت خويا دارك تقل لي شلون اطب يا حسين تقل لي شلون اطب يا حسين دارك دارك شلون ادخل وهي وحشة وخلية خويا شلون ادخل شلون ادخل شلون ادخل وهي وحشة وخلية يا دار يا دار وين حسين يا دار وين الحسين يا دار وين اخويا وين يا دار وين حسين ليش ما تقرون وياي يا دار وين حسين يا دار وشن هالعذر لو جاج خطاه يا دار وين حسين يا دار وشن هالعذر لو جاج خطاه شن هالعذر لو جاج خطاه بعد ايش قال الزينب قلنا شقل اليوقف على الباب شقل اليوقف على الباب رد اخوان ما عندي انا شقل اليوقف على الباب رد اخوان ما عندي راح ليكرم الخطار بجيت والدي وجدي والله راح لي كرم الغطار راح لي كرم الغطار بجيت والدي وجدي هذه دارهم تهيج شجوني كيف حبس الدموع بين الجفون بمحمد وآله صل على محمد وآل محمد عجل فرج مولانا يا الله واجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت